مرحبا بكم جددا. مثل ما تشوف هذا الكمبيوتر سواء كان سيرفر او سواء كان كمبيوتر اعتيادي اوبريتر ستيشن، لازم بيه ثلاث كارتات. كارت احد الكارتات، فرضا هذا الكارت للاسونت، وهذا الكارت للاسينت اي، وهذا الكارت للاسينت بي. فثلاث كارتات، ثلاث كيبلات ايثرنت لازم تخرج من الكمبيوتر الواحد. زين، بعد شنو عندك؟ عندك سويتشين ريدندنت وعندك سويتشين اخرى ريدندنت. هذا السويتشين راح يشتغلن للاي باس. اوكي، اشارات الاي باس تتجمع من الكابينات الاضافيه، من البيس مالت المسيطر، من يعني هو اكسترنال ما له علاقه بالكمبيوترات. اوكي، بينما اشارات الاسينت تتجمع من الكمبيوترات، من المسيطرات. اوكي، اي شيء بي اس سي نت راح يربط هنا. فعندك اثنين مالت المسيطرات واثنين مالت الكمبيوترات. زين، عندك بقاعة المسيطر مثل ما جاي تشوف عندي اس سي نت اي يو بي، اذا هاي الاي هنا ما ظاهر، ولكن هذه اي وهذه البي، وعندي هذين الاثنين هنا الاي باص. فالاي باص هذين الاثنين راح يرتبطن بالسويتش. اوكي، هنا ثم من السويتش يرحل للكابينات الاضافيه، الوحدات الايو لينك او الكوميونيكيشن، وعندك الاس سي نت راح يرتبطن بالمسيطر اي بي، والاي يروح للسويتش اي والبي يروح للسويتش بي، ثم يروحون الى الكمبيوترات. زين، والال باس اخذناه بالبدايه يربط لك الراكات. زين، عندك سويتش اخر اضافي، هذا ليس ريدندنت، هذا سنجل، هذا يشتغل للاسونت. هسه انا رابط بالكمبيوتر الاول والكمبيوتر الثاني، واذا اكو سي سي ار اجي اربط اي مكان بالسويتش تربط وتاخذ للسي سي ار. حتى بالسي سي ار تشوف الاشارات اللي تريد تاخذها من هذا الكمبيوتر، لذلك راح يصير عندك سويتش واحد للاسونت. زين، احنا شفنا الشبكات هنا، الاي بي راح يبدي ب 30 172 30. هنا بالنسبه للاسينت اي 20، هذا البي 21، الاي باس، الاي باس قلنا مجرد سلكتر بدب سويتش تختار من 1 للـ7، ما بي فت اي بي يعني او فت شيء. فقط هذا اللي عندك، هذا الاسينت، هذا المسيطر الاول، هذا مسيطر بي. مسيطر اي راح ياخذ فرضا اذا انتهى 122، هذا لازم يكون 100 و 123، ويعني بهالترتيب. هذا الكمبيوتر راح 172 اذا هذا كان اسونت، 172 30 دومين 0. فرضا قد هو الاي بي مالته 130 130 133، وعندك الاسينت راح يصير 20، اسينت اي، والاسينت بي راح يصير 21. زين، هذا هو المطلوب انه تعرفه من شبكات السبكون دي سي اس. انت طبعا ممكن اي دي سي اس اذا فهمت هنا الفكره، طبعا اكو اختلاف قليل بيناتهم، ولكن اذا فهمت الفكره هنا ممكن اي دوره تاخذ من اي دي سي اس انت راح تكون يعني تعرف شنو جاي يصير وبدون تعقيد. اكو اختلاف يعني كبير بين الدي سي اس والبي ال سي، فمن راح تاخذ هذه الدوره، الدورات الاخرى هذه تريد تاخذ تختص بمجال دي سي اس معين مثل دلتا في، مثل بي سي اس 7، مثل اي نوع اخر مثل هوني ويل، انت راح تكون عليك بسيطه. اتمنى لكم كل التوفيق.